سينيور. أبينا البطريرك الباب تودروس الثاني وأخويه الروحيين أبينا البطريرك الأنطاكي مار إغناطيوس أفرام الثاني وأبينا الأنبا أنطونيوس بطريرك الإريتري وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا كيرلس وأبينا الأسقف المكرم الأنبا باكير ويغفر لنا خطايانا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافاتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشياطين ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا، انزح يا رب عن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا الصالحات والنافعات يا رب ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان، أعطيتنا الندوس الحياة وندوس العقارب وكل قوة العدو بالنعمة. إليسون اسمه بكلو من تتيرم بيه تلتك مت خريستوس بشوي سنين امني مؤمن امني ستين امني إيكاربوت الشرين ماري شرم بي ماري اسمع انفسوات شرمي إخي البنشتن عرشي أنجلوت شر غبريل بسوت إن بفايش النوفي شر نشير روبي إم شير نسير رافين شر نتعماتيرون إبورا أنيون شير نشوي سنيون أوتي إنابو أوصلوت شير المسيح
بها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمي وكل واحد باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خس نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك. تحفظنا في هذه الليلة بغير خاطئ. بارك أنت يا رب اسمك القدوس من المجد لأن عين كل تركك أنت الذي تعطاهم طعام وفين. اسمعنا اللهم وخلصنا ارجع أكثر الأرض، وأنت رب تحفظنا في نجينا من هذا الجيل والأبد أمين. بارك أنت يا رب علمنا، مبارك أنت يا رب عين محبوبك، مبارك أنت يا رب أنا لي بر رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترى لأنك صرت من جيل إلى جيل. أنا طلبت للرب ورب يا رب التجأت إليك خلصني، لأنك أنت هو إلهي عندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تاكل البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جادر الاعتراف للرب تتيل اسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الأدوات وحقك في كل الليل. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من عذراء رحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا رحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام من الأموات وصعد السماوات رحمة. المجد للآب والابن والروح القدس انه كل اوان ودار دور كلام. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رفضوا ربنا احنا نفسهم، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا رب اعيننا طلبتنا اليك لان لك المجد والعز والتقديس المسلم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. جعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. برسوس يسوس بن شويس امين الليل ويعشرين تنتيوريوس يسوس برسوس نسيون بنتي مسنوط اسمعكم بخرسوس سبحوا رب تسبيحا جديدا ايها الشعب محب المسيح الينا، لانه تعهدنا بخلاص كصالح ومحب البشر. نرسل لك الى فوق التسبيح باصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح، ثبتنا الى الانقضاء. ناني بشوي سنتك هيريني ناه من خننجي جنتن انقاري ما سيبيو انبسط شيني وهم طلت شني شوني. بارك يا ربك للسنة صلاحك على نهر وليا نبيع والزروع والاسمار. باركنا في اعمالنا ببركات في السماء وارسل لنا من عوك نعمتك وخيرا.
متضايقين خلصهم والمسافرين رد والمربوطين حلهم والراقدين نيحهم قولين بقنت بولار النهمين بولخان بون نمني فاشن تاني زيمون وإذربت إني أغاصن نسبب روح تنتي ونافتين روح شيسي أمو أس أغاصو سواه ما يرومي ناي نانكا طابف نشتن ناي كريب سلسم مريم كن فويت صايف شوي صوينا ام بس من ريت استوف امو اري يقول قاطف ريتي اطف قوس انجل عبد خم بطل جس او اراس انجتي او رو صوينا من مكبورو سلوم موتي روس خن بيقو انتي نيقو جيتا صنعو طايش بيري طبولي سمي يا روساليم افتي مين غار روس خنان مشن ران فت شوسي جامي والخن بك ابوس او سيد صوت بن اروم عطا شريني اوتي برسينو سورو امين لي سيني شريف شو شنتي بانجل صاريك بونان ان امانويل دنتي هو عريب ام في اوتي برستاتي ستنوت نار ام بن شايس ايسوس بخريستو سنت كان النوبين نيفول كيل رئيس السمين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب إن الله يرسل لنا ما رحمه ورافته بسؤال ميخائيل رئيس الملائكة العظيم وتكمل الأسمار بطلبات ميخائيل أن قريب إلى الله يسأل عنا كل يا صالحة وكل موهبة تم إنما طابت لنا من فوق من عندي قابل انوار فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المساوي والدائم الى الابد اشفع فينا امام العرش يا رئيس الملائكه ميخائيل على واقف امام الرب ليغفر لنا خطايانا روس ملائكة وقف يسبحون أمام الضابط الكل يخدمون السر الخفي ميخائيل هو الأول غبريال هو الثاني رافائيل هو الثالث كميسال الثالث سوريا الصدق الصراطي الوناني الهولان منيرين العظماء يطلبون منه عن الخالق الشروبيم والسرافيم الكراسي والربوبيات والقوات والاربع اثقالات غير المتجسدين الحاملون مركبة الله الاربع والعشرين قسيسا في كنيسة الابكار يسبحونه بلا فطور صارخين قائلين قدوس الله المرضى اشفيهم قدوس القوي الراقدين يا رب نيحهم قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك قدوس 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 رب الصبا السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك اذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمين قالين قدوس امين هللويا المجد هو لالهنا اشفعوا فينا امام الرب ايها العساكر الملائكيه والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا هذه وحنا في الأناجيل الأربع إني عمدت مخلصي في مياه الأردن ونظرت الروح القدس إذا هبط من السماء
وسمعت صوت الأب صارخا قائلا هذا وابن حبيبي الذي سرت به نفسي وصنع مشيئتي اسمعوا له لأنه المح اشفع فينا أمام الرب أيها السابق الصابر يوحنا المعمد يغفر لنا خطايانا يا ماري مرقوس الرسول والإنجيل يشهد لآم الإله الوحيد أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس وخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك إلى أقطار المسكونة السلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس نظر الإله إن الرب عنا يا نظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا شبياني صواري سمسيكون كلمة شاشفين أرشي أنجيلوس وإيراتو فيرم نوسم بيهم سمبي بندق راتو رف شمشمس شمشم بيام شو شمشم رمضا بوكي فولن جبيس وامجا ورقي وسيبش بنورنا نوموس أبتيها برو فمين يمبو ونا بذروق اسمس اوزي ببنا اتسوط نوزي شنا وبير خون بورو بخريستوس نظير بصال النمضى في جاف كوتيرون جنيس نستير الله كان فرالي نسوس بينو تعيشين بتشيه مشيش نمور ونشتي غرب بكتايو بشوي سبورو كيارنجي إري فخريستوس راشيني مكخيني رسلي من ديت في شيرينك وبمارتير والشيري بتشوي جنجني والشيري بيعصلو فوروس بشوي سبورو كوارجيو صوب بشوي سري يكونو بيعصلو فوروس مارتيروس باتشوي سبورو كيارجي ستفكان النوبي ناني مول شيرينك وبمارتيروس شيري بتشوي جنجني جني وشيري بيعصلو فوروس في لوبة ترمركوريو صبري مفشوي سري يكونو بيعصلو فوروس مارتيروس في لوبة ترمركوريو سنتفكون انو في ناني قول شيري نكو بمارتيروس شيري بتشوي جنجني وشيري بيعصلو فوروس افاميل انتني فايا صبري مفشوي سري يكونو بيعصلو فوروس راس مرتير أبا مينا انتني ما يطفقان انو بنا نقول شير بن يطاف انتونيوس بيخف سنتتي مثمون اخو شير بن يطاف بابلي بي من ريت انت بخريستوس قوام بشوي سري يكون هنا شوي سنيوتي ما ينوش يعف انتونيوس نما بابا ملين تفقان انو بنا نفون شري بن يطابا بي شوي باسمي بيرو من تليو شري بن يطابا بابلي بي من ريت انت بخريستوس قوام بشوي سري يكون هنا شوي سنيوتي ما ينوش يعف انتونيوس نما بابا ملين تفقان انو وبنا نقول شبياني سواري سمسي كن خيني مشوت طارق انخيتو اتشوصا نفتر انتي سيوتو كوتي امبر سينو سنسيو نفين ما تيوم في طاري ماس بنسو تيرن اطو سنتي فالينا خيسي فالارون تفسم انت فيريني السلام لك ايتها العذراء الملك الحقيق الحقانية السلام لفخر جنسنا ولاتي لنا عمانوئيل نسالك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمنة
أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا الآن وكل أوان. نعظمك يا أبو النور حقيقة من جدك تعالى في الله الخديفة والترانا مخلص العالم قدر خلص نفوس. مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي شهادات تلي الصدقين سبات كنائس قران خطايا نبشر بالثالوث القدوس دلوقتي نواح نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب مابد الكل ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عن عهد بلاص البنطي تألم وقبرى قام بالاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السموات جلس عن يمين النبي قائدا ياتي في مجده يجيد الاحياء والاموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البطن من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف معموديه واحده للمقدس إن قشتم الخيط ديانا Yeah.
يسوع. Baba, Baba.
قدرت من بنيوت نيبس قبض أفاكر اللوت من بنيوت نيبس قبض أفاكر إبشو أوي صاري وبارك اسمك يا رب الكل ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدور وإله الآلهة يسوع المسيح إلينا الحق لازم أجل خلاصنا أتى متجسدا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العروس طاهرة وقال حزننا وكل ضيقتنا إلى فرح قلبي وأتى للكل له ونرتل لأمه مريم الحمامة الحسنة ونصرخ بصوت التهليل قائلين السلام لك يا مريم أم عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص أنا آدم السلام لك يا مريم أم الملكة السلام لك يا مريم تال الحواء السلام لك يا مريم سلام لك يا مريم فرح أبيل البار سلام لك يا مريم العذراء الحية سلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم غير الدنيسة الهدية سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم سلام لك يا مريم خلاص إسحاق القديس سلام لك يا مريم يا مريم تال ليعقوب السلام لك يا مريم ربوة مضعفة سلام لك يا مريم فخر يا وزان سلام لك يا مريم أم السيد سلام لك يا مريم جرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم يا سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الملك داود سلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم
رفعات الصديق السلام لك يا مريم خلاص شاي السلام لك يا مريم شفاء أرمية السلام لك يا مريم علم حزقية السلام لك يا مريم نعمت ضانية السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة للشعب السلام لك يا مريم والدة الإله السلام لك يا مريم يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحنان الحسنة السلام لك يا مريم السلام لك يا مريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هوذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها مرتفع أنت بلا حقيقة أكثر من عصر أيتها الممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها حبلت وولدت بغير مبادرة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا دعيتي يا مريم العذراء الزهر المقدس التي للبخور التي طلعت وأدارت من أصل رؤساء الأباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن أزغرت وأوسقت ثمرا فلهذا نمجدك كوالدة الإله اسألي ابنك ليغفر لنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا فارق عليك الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عمانوئيل إلهنا في وسط ملان بمك ديابي والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا كريالايسون كريالايسون كريالايسون
Schlieel flogison. E beb rosef tis tasite. Irini pa. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسك صلوا أذن دين قادس يا رب أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ورسولنا اذكروا صلاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت رجعنا كلنا حياتنا كلنا خلقنا وشفاء كلنا وقيامتنا كل مارويت شاس خينة كليسيا انت بفلاوس هو مارو اسمو ايروف هيت كاتدرا انت نيبرز فيتروس جي افكو انو متيوت اي مفريتي ان هنسو اي ام ناف انجيني اتونو اف اي اونوف افار كن جيب شويس او هنف ام انتيف جن صد بف او بشاينه قطع التقسيس من شي سادك شويس او انا من مقبن يوت و ابن بطري اشيس بابا فاتا ودروس بما اسنوف نم بنيوت نيبس كوبوس افا كيريلوس نم بنيوت نيبس كوبوس افا باكير شايسف اي عارب تنون نخلي لو يا اسمو اي بيك لو من تاتي رام بيت انت مت خريستوس انشان نيارون امني مومين امني سيتين امني كاربوس اني Evangelio.
قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل. معلمنا ماري متى الإنجيل بركات على جنيانا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا. سبحوا الرب يا كل الأرض. سبحوا الرب وباركوا اسمه. وبشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. ليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ. لأنه جعل الأبوة مثل الخراف. يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندمنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الشي صادق. الرب عن يمينك يا بان الطباء المكرم رئيس الأساقفة. بطريرك البابا الأنباء تعذروس الثاني أخيك الروح ملاغ الصفرام الثاني بطريرك أنطاكيا. وشريكك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا كيرولوس. الرب يحفظ لنا حياتكم. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقلين. وجده إنسانا فخباه. ومن الفرح مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. وأيضا يشبه ملكوت السماوات رجلا تاجرا يطلب الجواهر الجيدة. فلما وجد جوهرة واحدة ثمينة مضى وباع كل شيء واشتراها. وأيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس. ولما امتلأت جذبوها إلى الشاطئ وجلسوا ينطقون. فجمعوا الحياة جمعوا الجياد في الأوعية أما الرديء فرموه خارجا. هكذا سيكون في نهاية هذا الدهر. تخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأخيار ويقذفونهم في آتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ قالوا له نعم يا رب. قال لهم من أجل هذا كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب حقل يخرج من كنزه جددا وعتقا. احنا فرحانين النهاردة ان احنا بنستعد لسيدنا البابا بكرة. ويعني المقدمات ان سيدنا انبا كيرلس معانا النهاردة في العشية. ومناسبة جميلة ان احنا في عشية عيد النوروز. سيدنا انبا كيرلس غني عن التعريف وكلكم عارفينه. محب لينا كلنا. هو النائب البابوي عن اوروبا. وفرحين ان احنا نسمع كلمة روحية منه بمناسبة عيد النوروز. وان شاء الله بكرة في نفس الميعاد يكون معانا سيدنا البابا في العشية. كل سنة وانتم طيبين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا جميعا نعم بركته في هذه العشيه المفرحه لينا كلنا. كنت مره بصلي قداس وكانت الدنيا كده حر علي قوي. وانا مش بحتمل الحر علشان الضغط بيرتفع مش عارف اخد نفسي. المهم وانا بصلي قلت احسن حاجة الحق نفسي. فجبت مروحة كده صغيرة وحطيتها وقلت المروحة تضرب في ظهري بس كده وتديني شوية هوا علشان ما تعبش في
وبديت اصلي في القسمه ولقيت الاخ الشماس حبكت ان هو يقف قدام المروحه ويمنع الهواء عني. فانا في اللحظه اللي بيقولوا في القسمه كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، اكتشفت ان بقول عباره في القسمه عن الالام اللي كان بيعيشها سيد المسيح. يا من طعنت بالحرب في جنبك القدوس بعز سلطانك. فرحت قلت يا ده جوايا وبكلم نفسي، قلت يا معقول في الزمن اللي انا اؤمن واعترف للنفس الاخير اني الله هو اللي حاضر قدامي، هو الله هو اللي اتألم من اجلي، وانا مش قادر احتمل شوية حر في المكان اللي انا فيه. قلت امال ابانا الشهداء شكلهم ايه، وابانا القديسين دول شكلهم ايه، واللي احتملوا ده كله حاجة مش ممكن يتخيلها انسان. وبعدين جالي تخيل بقول في بالي في ناس كده تحب تتكلم عن الشهداء، وممكن يتكلم عن الشهداء وما يكونش يعني عايش الدور اللي هم عاشوه، وهو بيتكلم او بيكتب او بيحضر تلاقي بيفكر ازاي التكييف يتقطع، ازاي التيار يتقطع والتكييف بطل، انا هكتب اذا مش قادر احتمل اكتب عن الشهداء. المنظر ده بيفكرنا ان احنا يجب ما نكونش الناس بنتكلم بدون ما نحس. مين هم ابائنا الشهداء؟ ابائنا الشهداء دول ناس حبوا الله من كل القلب، وعلى حس محبتهم لله وصل لنا الايمان. هم تعبوا واحنا دخلنا على تعبه، محدش فينا تعب لغاية ما وصل للإيمان، ده وصل لنا الإيمان عايم على بحر من الدماء. كانت النهاردة مناسبة كبيرة، ونقول النهاردة العشية المباركة لعيد النوروز، نحتفل بالشهداء من ناحية، وبنحتفل بالعروس أم الشهداء من ناحية اللي هي أمنا الكنيسة، بنحتفل بالاثنين النهاردة. نحتفل بأبائنا الشهداء، الشهداء اللي حبوا ربنا من كل القلب، واحنا بالحقيقة ولاد ولاد ولادهم، يعني أجدادنا شهداء اللي هم وصلوا لنا الإيمان. طب يا ترى إيه اللي كان في قلوبهم لدرجة إنهم قدموا اللي احنا مش عارفين نقدمه؟ أبائنا الشهداء كان الشاغل الوحيد اللي جوه قلوبهم إنهم يلتصقوا بربنا بس. كل فيكم سمع الإنجيل بتاع ان في واحد كان عنده حقل وباع الحقل ودور على حقل تاني في كنز مستخبي وقال انا يهمني ده، عنده لقلق كتير وباع كل اللقلق ولا اقتني لؤلؤه واحده، هو اللي مستخبي. وان كانت الكنيسه بتكلمنا النهارده عن الحاجه دي عشان تعرفنا ده السر اللي موجود في ابائنا اللي هم شهداء. امنا ام الشهداء الكنيسه كل لحظة بيتولد فيها شهيد. طبعا الشهيد بس مش هو اللي بيتذبح ولا هو اللي بيتصب فيه رصاص سايح ولا يتحط على الهمبزين ولا يوضع في الزيت المغلي ولا يحكم عليه بالقتل بالسيف، انما في شهيد اخر هو الشهيد اللي هو بدون سفك دم اللي بيجاهد ضد الخطية حتى الموت. اللي بيجاهد ضد الخطية حتى الموت برضو شهيد. لو دخلنا فكر أبائنا الشهداء وبدينا نتعمق فيهم ونشوف ايه الحاجات البسيطة دي اللي كانت بتخليهم يقبلوا الموت بفرح، يقبلوا الموت بكل ترحاب. السبب الوحيد فهموا ان الحياة الباقية مع ربنا، فهموا انه حضور الله في حياتهم هو ده المجد، وحضور الله الكامل مش هيكون على الارض انما بعد ما تخرج الروح من الجسد. عشان كده نلاقي الاباء يقولوا لنا
لو حد نفاني مش بخاف، لو حد عرضني للموت مش بخاف، لو حد خد ممتلكاتي مش بخاف، لا بخاف ولا بضطرب ولا بنزعج، انما انا مبسوط. تسمعوا عبارة قالها واحد من الاباء الشهداء، ان واحد حب ربنا فالارض ملهوش ممتلكات، عرف مفيش ممتلكات، لؤلؤة واحدة هو ان يكون ابن ربنا. واحد من القديسين الشهداء، قديسين الشهداء يقول لنا بعد ما قالوا له احنا هننفيك، بعد ما قالوا له احنا هنقتلك، بعد ما قالوا له هناخد اللي عندك، قال لهم لا يخشى فقد المال من لا يملك شيئا، ولا يخاف النفي من يعرف ان للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، ولا يهاب الموت من يرى انه الطريق المؤدي للحياة الابدية. شفتوا المنهج؟ لو انت بتمتلك حاجة غير ربنا بلا شك هتبقى عيل هم انك تسيب الحاجة دي. لو عندك احساس انه ربنا مش مالئ كل مكان وحال في كل مكان، يبقى النفي يعمل لك مشكلة. لكن فكرهم اني انا بحب ربنا وربنا ده مالي كل مكان، في كل مكان بلاقي ربنا، هنا هلاقيه، هناك هلاقيه، تحت هلاقيه، فوق هلاقيه، فالفكر ده خلاهم يبقوا اقوياء امام كل اساليب الموت. مفيش اي آلة حديثة وصلوا ليها لقتل وذبح وتعذيب ابائنا الشهداء كانت بتصنع اي مخافة او اي رعب في قلوب ابائنا، ابدا كانش يهمهم، كانوا شايفين حاجة تانية، شايفين المجد المستخبي، زي ما قال بالضبط معلمنا بولس الرسول: ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. مفيش حاجة في الألام هنا تخلينا أن احنا نحس أن دي ممكن تأذينا، المجد العتيد هو ده اللي بنفكر فيه. أي ألام في الأرض تخلينا نقبلها ونقبلها فرح أنها بتسرع في الوصول لحد ربنا. السيد المسيح له كل المجد علم اللي بيقتربوا منه، علمهم ازاي يكونوا شهداء كل لحظة. ادام بتجاهد ضد الخطية تبقى انت شهيد بدون سفك دم. علمهم انه في حد بيحارب وله هدف ان يفصلهم عن الله، فعلمهم ان في شيطان بيقول يصنع خير يصنع شر، ويقول كده بطرس الرسول: اصحوا اسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه. سيد المسيح قال لهم الشيطان يريد ان يغربلكم كالحنطة. ولما تلاقوا اولاد الله كلهم بينموا في الروحيات تلاقي الشيطان صحي لهم كويس جدا بيدور لهم، لكن هم ما بيخافوش من الشيطان، حسوا بقوة ربنا، حسوا بإمكانيات ربنا اللي هي قريبة منهم. أنا عايز أوصل لنقطة واحدة نتعلمها بس النهاردة، مش عايز أكتر من النقطة. إيه النقطة؟ أبائنا شهداء وإحنا أولاد الشهداء، يجب نعمل أعمال الشهداء. تعالوا اتفرجوا إيه اللي بنعمله إحنا وما يصحش نعمله كأبناء للشهداء. أبائنا اللي هم شهداء قدروا يفهموا حيل الشيطان وخططه، وكانت خطة الشيطان الأول يهيج الحاكم، يهيج الوالي من منذ القدم على أولاد الله المرتبطين بالله. ولو حبيتوا تذكروا وترجعوا بالذاكرة للعهد القديم تلاقوا إزاي نبوخذ نصر لما طلع قرار إنه يعمل تمثال ويسجد قدام التمثال، وكان عنده من الناس المزبيين التلات فتية، وانا اتمنى التلات فتية دول يكونوا موجودين في كل إبرشية عشان يكونوا قدوة لكل ولادنا انهم ازاي يتمسكوا بربنا لاخر لحظة. نبوخذ نصر صح ملك لكن ما فيهوش عقل،
عمل لنفسه تمثال والناس تيجي تسجد. هم قالوا له لا، لحد هنا لا، احنا نخدمك اي خدمة لكن تكسر منهج احنا مستلمينه للرب الهك وحده تسجد ويا تعبد، مستحيل. انا هأذيكم، هحطكم في اتون نار، وعايز اشوف الاله، انهي الاله ينقذكم، مين هو الاله اللي يخلصكم من يدي؟ قالوا له مش هتفرق معانا ابدا غير ان احنا ننفذ كلمة عدو الخير شغال. اللي فعلا جعل الحاكم زي ما انتوا عارفين في القصة يحمي اتون النار 7 أضعاف، وفي الاخر تبقى النتيجة ان يدخلهم جوه ومطمئن ان دول هيسيبوا الايمان بتاع ربنا وينفصلوا عن الله. هم اتصلوا بالله اكتر، ووضح انه اللي هم بيرموهم زي ما انتوا عارفين اكلتهم النار، وطبقوا الثلاثة معهم الشبيب بالالهة. دي خطة الشيطان، كل ما يكون واحد جنب ربنا الشيطان عايز يجذبه بعيد عن ربنا. وقال كده، قال سأقبض بيدي المسكونة كلها وأخذها كعش مهجور، لا يستطيع أحد أن يفلت مني ولا يفتح فمه. دي خطة الشيطان. فمن العهد القديم معروف أنه في كل الناس اللي هم مرتبطين بالله بيعيشوا في آلام شديدة جدا من الشيطان. أنبياء اتبهدلوا، ناس صالحين اتبهدلوا. في العهد الجديد نفس الحاجة اللي حصلت قبل كده، خطة الشيطان عايز يجذب أكبر عدد من ولاد الله يكونوا لهو. ايه المشكلة بقى في أولاد الشهداء؟ حاليا مفيش حاكم بيدي الأوامر اللي انتوا عارفينها بتاعت زمان، لا في أغرباس ولا نيرون ولا هيرودس ولا الشخصيات الكبار اللي هم اضطهدوا المسيحية. لكن أصبح النهاردة في ميديا، الميديا دي بتاخد ولاد الله وتبتدي تشتغل. يا ريت الشيطان بياخدهم ويقضي عليهم، لا ده بياخدهم وبيقضي على الناس بيهم. تبص تلاقي ايه المشاكل اللي احنا بنشوفها في الكنيسة، تلاقي واحد ابن الكنيسة وابن مارجرجس، ابن مارمينا، ابن ماركاريوس، ابن ابو سفين، ابن الشهيدة فلان، اسم الكنيسة كده، لكن أعماله وتصرفاته لا يمكن تكون إلا الشيطان مستلمه لعمل شر وأذية. احنا بنفتكر دايما انه حد السيف هو اللي بيخوف، لكن في انسان بيقتل واحد بالسمعة. تلاقوا واحد ابن كنيسة دخل على النت وقعد وسمع اخبار ما يعرفهاش صح ولا غلط، ما يعرفهاش امينة ولا مش امينة، دقيقة ولا مش دقيقة، ويبتدي ياخد من الفيسبوك. الواحد عليه عنده 100 واحد في الفيسبوك بتاعه، يروح عاطيها للمية التانيين، والمية يدي للمية التالتين، وتبص تلاقوا خبر انتشر ملهوش اساس، قتلوا نفس في سمعة مش موجودة. ويمكن الانسان اللي اتقتل ده نفسيا بريء كل البراء. مين اللي اذاه؟ ابن الشهيد. يجب ابن الشهيد ان يكون زي ابوه، انسان تقي، فيش حاجة تفصله عن محبة ربنا، ما يزيش الاخر. اللي بينقل خبر بدون دقة شر غير مقصود، واللي ينقل خبر بدون امانة شر مقصود، وكلاهما شر وبيأذوا بيه. لما بتيجي العبارة اللي بيقولها ربنا على الفريسيين وعلى الكتبة، ويقول لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المرؤون، عشان انتوا بتزينوا مقابر الاباء وانتوا اللي قتلتموهم، تعرفوا العبارة دي بتخوف جدا. وقال قبل كده ربنا، قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. في ناس مننا يقولوا ربنا لمين؟ أنا أقول لكم بيقولوا لينا كلنا. إزاي ربنا بيقولوا لينا كلنا؟ يعني أنا لو قريت في الأمثال مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها لدى الرب، وأنا مش بنفذ الكلام ده، أنا أتكلم
اللي عايزه منك ربنا انك تصنع الرحمة، تصنع الحق، وتحب الرحمة، وتسلك بالاتضاع امام الهك. لو واحد ما سلكش التلاتة دول، لما كانش عنده حق ومحبش الرحمة وما سلكش بالاتضاع، قتل ميخا النبي. ما خلاص مش عايز ميخا النبي. كلمة الحية الفعالة اللي بيقولها ربنا عن طريق نبي او رسول او عن طريق خادم من الخدام واحنا نمشي عكسها بنقتل. ازاي ابن الشهيد ما يكونش نار آكلة، نار في محبته لله زي ابوه اللي هو الشهيد؟ الشهداء كانوا عبارة عن نار في محبتهم لله، واي حاجة تهوب ناحيتهم ياكلوها بس تبقى محبتهم لله. لكن ابن الشهيد عيب لما يبقى رماد، الشيطان يستخدمه ويمسكه ويشغله خادم تحت ايديه، وتنطبق العبارة اللي قالها ربنا عن الشيطان وعن خطته: سأقبض بيدي المسكونة كلها وأخذها كعش مهجور، لا يستطيع أحد أن يفلت مني ولا يفتح فمه علي. عشان كده مطلوب مني أن أنا أعلم أولادي، أقول لهم أنتوا أولاد الشهداء وإحنا كلنا أولاد الشهداء، فأولاد الشهداء لازم يصحوا كويس جدا وينتبهوا. ده في صوت واضح من بطرس الرسول بيقول اصحوا اسهروا لأن إبليس خصمكم. اصحوا، كلمة اصحوا معناها ممكن تجي لك حاجة في القرن 21. أنت تعرف تتكلم كويس جدا عن الشهداء لكن ما تعرفش الشهداء، تعرف تتكلم كتير ما تعرفش. فمطلوب مننا أن احنا فعلا نبتدي نستيقظ. إذا كان الشيطان بيقول يصر وإحنا مش دريانين، ده أنا واحد بيقول لي أنت قرينا عن خبر موجود، خبر أن أنا رحت الحتة الفلانية وسافرت ونزل معاك مش عارف مين، وقصة كده كبيرة كبيرة في جريدة إلكترونية، وكتبوا وقالوا وبيأكدوا علي أن أنا عملت كذا. ما عرفش الكلام، ما حصلش. مش بقول الكلام ده عشان أدافع، لأن بقول شوفوا الخطورة لما الواحد يصنع الشر في غيره. لازم احنا نفكر في ربنا. عيب اني تحمل لقب ان يمكن اسمك جرجس، عيب عيب يا جرجس. كان عبارة عن واحد بينور أذهان البشر. هو تفكروا السيد المسيح جاي يوعظ وعظته ويمشي؟ لا، ده كان في مشكلة موجودة في الأرض. مشكلة عارفين إيه؟ إن الشعب الجالس في الظلمة لازم يبصر نور عظيم، والنور العظيم يدخل هنا ويملى القلب. عشان كده أنا ككاهن وإخواتي الكهنة كلهم لما بنيجي نصلي في تحليل نصف الليل طالبين كل حاجة حلوة من أجل الآخرين، نقول كده: أنر عقولنا أضي أفهمنا لكي نفهم، أنر عقولنا وأضي أفهمنا عشان نفهم. فالسيد المسيح كان بينور في العقول. تلاقي عبارات جميلة أنا لما تذكرها ببقى فرحان. السيد المسيح يقول مثلا: لا تكنزوا. خلاص؟ لا، في جزء تاني: بل اكنزوا. لا تبكن علي بل ابكن على انفسكن. ها، في ما تبكيش بس تبكي، ما تكنس بس تكنس. يقول تعاليم جميلة جدا فيها لا، وتعاليم فيها اه. فانا لما بقرب من سيد المسيح بينور ذهني، يقول لي اه انت ابن شهيد وانت امك الكنيسة دي اللي بتدخل فيها دايما، ما تتكلمش عن الكنيسة الا لما تكون انت حبيتها وتكلم عن حلاوتها. يعني انتوا وانا يجب تكون فرحتنا النهاردة مضاعفة. ليه؟ الكنيسة دي ام الشهداء، دي عروس الصخر،
دي أم الأبرار بيت الملائكة، وهي الكنيسة اللي طلعت الأبرار، وهم الأبرار اللي بنوا أساسات الكنيسة. عايز أقول لكم في عيد الشهداء يجب نتذكر أبائنا الشهداء، نقول لهم إيه اللي خلاكم شهداء؟ هيقولوا لنا بالظبط اللي اتذكر في سفر الرؤيا: حب الله من كل القلب، تابعوا الحمل حيثما ذهب ولم ينجسوا ثيابهم. ثلاثة واضحين جدا في سفر الرؤيا: حب الله من كل القلب، مفيش محبة، مفيش محبة تاني في الدنيا غير محبة الله. زي ما قال بولس الرسول بالظبط: مين يفصلني عن محبتك يا رب؟ ده مش وصلت الدرجة ان لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا سلاطين تقدر تفصلني عن محبة الله. شفتوا المحبة؟ مفيش حد يقدر يفصلني، ولا موت، مفيش حاجة تفصلهم عن ربنا. تابعوا الحمل حيثما ذهب، كل تفكيرهم في شخص المسيح. المسيح كلامه رقيق، خدوا منه الرقيق. المسيح طيب القلب، خدوا منه طيبة القلب. المسيح هادي في حزمه وحزم في هدوء، خدوا منه طيبة القلب والحزم في هدوء، خدوا منه الحزم الطيب. خدوا منه كل المواصفات الجميلة اللي ما فيش غيرها في حياته، كله جمال، فخدوا منه. ولم ينجسوا ثيابهم، ما غيروش عقيدتهم ولا فكرتهم ولا فكرهم، ما غيروش، حافظوا على ثيابهم في الطهارة زي ما هم استلموا حياتهم من داخل جرن المعمودية. احنا بنقول لهم من الكنيسة اللي احنا موجودين في بيت هذا وخرجنا كلنا من الرحم، بنقول لها: يا أمي، احنا دايما بنرضع من صديق المنجلية، ودايما بناخد التغذية الروحية منك يا أمنا، انت دايما بتطبطبي علينا. يا ما قعدت مع أبونا الكاهن في على حجرك وأبونا مسح دموعي، ويا ما سمعت مغفورة ليك خطيتك من أبونا الكاهن، يا ما شفت الحنان كله في داخل أسوارك، يا ما علمتيني ازاي اسمع الكلمة المعزية المغزية. حتى في لحظة موتي وانا موجود في داخل الكنيسة ابص الاقي مش حد بيصلي علي غير ابونا اللي في الكنيسة. يعني الكنيسة خدتني في الطفولة، وخدتني وانا كبرت، وخدتني لغاية اخر حاجة ودعتني وانا موجود هنا. غالي علي ولا لا؟ غالي علي الكنيسة، غالي علي الكنيسة ان كل يوم بتخليني اعيد بعيد واحد من ولادها. غالي علي الكنيسة ان كل يوم بتسمعني صوت المسيح اللي بيتسمع من الكتاب المقدس، مش اللحن اللي بنسمعه في الصوت، لا، احنا كلام المسيح، الروح المستخبي ورا الحرف هو اللي بيعزيني ويغزيني. انت غالي علي يا ام الكنيسة، انت اللي طبطبت علي، وانت اللي كبرتيني، وانت علمتيني. ده شوفوا حبايبي ولادنا وحبايبنا واخواتنا وابائنا الشهداء بتوع صملوط اخر دفعة سمعنا عنها. يعني شوفوا لما تفتكروا كده والذاكرة تجيبوا والمناظر اللي انتوا شفتوها، تلاقوا ياه مين دول؟ ولاد الكنيسة. هما ايه اللي خلاهم دخلوا في الشجاعة دي وما خافوش من الموت ولا الرعب ولا الناس اللي واقفة وهتأذيهم ولا حاجة خالص؟ ليه؟ كلهم مثلوا الأفلام دي قبل كده. العيال الأولاد مثلوا الأفلام دي في الكنائس. الكنيسة علمتهم في عيد الشهداء بتاع النهاردة انهم يمثلوا في فصول مدارس الأحد، ولما مثلوا تحول الموضوع لموضوع حقيقي، قبلوه بكل ترحاب. نقول لهم: يا بختكم بأمكم اللي احنا بنحتفل، ويا بختكم دلوقتي موجودين في حضن عريس أمكم اللي هو شخص المسيح. لابسوا التيجان في السماء، هم حاملوا الصليب على الأرض. احنا النهاردة عندنا عيد كبير كبير، ولو كل واحدة وكل واحد فيكم تأمل على فضل الكنيسة في حياته، يجي من على العتبة ورا كده وينحني ويسجد ويقول الكلمة اللي قالها داود زمان: الجلوس على عتبة ديار الرب خير من السكن في مساكن الأشرار. ويقول نفس العبارة اللي قالها داود: أدخل إلى مذبح الله من بعيد، إلى مذبح الله بقلبي، أدخل إلى مذبح الله تجاه وجهي الذي يفرح شبابي. مفيش حد يفرحنا أبدا غير الكنيسة اللي احنا موجودين فيها. الله يسندنا كلنا، واطلب شفاعات كل الشهداء والقديسين والابرار تسندنا كلنا. انت لكم ثلاث مناسبات كبار: عيد الشهداء، وعيد امنا الكنيسه، وعندكم عيد كبير ان البابا جاي لكم في عيد النوروز. عندكم ثلاث اعياد هم مميزين
ربنا يجيبه بملاك السلامة ويحفظنا كلنا ربنا بكل طهارة له كل مجد كل كرام إلى أبد الأبدين كلها. هللويا السماوات يتقدس لربطات خطايانا من قبل الام المخلص المحيى الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الاطهار. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت من امسكتموها عليهم سكت. نحن جميعا المنحنين برؤوسنا امام مجدك ارزقنا يا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا اخطانا لك في شيء. انت يا رب كصالح ومحب البشر اللهم اغفر خطايانا باركنا وطهرنا وحاللنا وحال.